الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنكمل بإذن الله تبارك وتعالى قصة سيدنا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وسنتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بحضرة الملك، ملك مصر. ولما ظهر وتبين للملك براءة يوسف عليه السلام ونزاهته ساحته عما كان نسب إلى يوسف عليه السلام الصديق عليه السلام أنه ليس هناك مانع من الخروج من السجن، فخرج وجاء يوسف عليه السلام وجاء أمام الملك وكلمه، فقال له الملك: إنك من اليوم لدينا ذو مكانة وأمانة، يقول الله تبارك وتعالى في ذلك. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. سورة يوسف. وطلب يوسف عليه السلام من الملك أن يوليه النظر فيما يتعلق بخزائن الأرض، قيل هي خزائن الطعام، لما يعلم من عدالته، ولما يتوقع من حصول الخلل في خزائن الطعام بعد مضي السنين التي يكون فيها الخصب، لينظر فيها ويحتاط فيها للأمر. وأخبر ملك البلاد أنه قوي على حفظ ما لديه وأمين على خزائن الأرض وما يخرج منها من الغلات والخيرات، عليم بوجود تصرفه وضبطها، يقول الحق تبارك وتعالى. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سورة يوسف. ولما سمع الملك ما يريد يوسف عليه السلام وما يطلب استجاب لطلبه واستعمله وولاه على خزائن الأرض في مصر. وقيل رد إليه عمل وزيره السابق العزيز قطافير بعدما مات وهلك، يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. سورة يوسف. هذا وإن يوسف عليه السلام بعدما مكنه الله في الأرض وفوضه الملك أمر مصر وخزائن الأرض، كان يدعو أهل مصر إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده، وأنه لا يشرك بالله شيئا، ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق. فآمن به من آمن من أهل مصر وأحبوه لما وجدوا فيه دعوته من خير وسعادة، ولما وجدوا فيه من لطف معهم في المعاملة وحسن الخلق. قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى مصر لجلب الطعام. مرت السنين السبع المخصبة وأعاد يوسف عليه السلام عدته فيها، واتخذ الخزائن وخزائن الغلات في الغلات في غلافها. ثم جاءت السبع السنين المجدبة واشتد الجدب والقحط في أنحاء الأرض. فأما أهل مصر فصار يوسف عليه السلام يبايعهم من الطعام ما يكفيهم، وأحس أهل فلسطين في بلاد الشام بالجوع والبلاء الذي عم في كثير من البلاد، وعلموا أن الطعام بمصر. وزع أمر نبي الله يوسف عليه السلام الموكل على خزائن الطعام في الآفاق، واشتهر عدله ورحمته ورأفته. فقال يعقوب عليه السلام لأولاده: يا بني إنه قد بلغني أن بمصر ملكا صالحا، فانطلقوا إليه
وأقرئوه مني السلام وانتسبوا إليه لعله يعرفكم. فانطلق أولاده ومعهما الجمال والحمير لحمل الطعام ومعهما السمن إلى مصر لشراء قوت أهلهم. وقدموا مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام فرآهم فعرفهم وهم لم يعرفوه، لأنهم شهدوا من لبسه وزيه ما لم يكن عارفوه في أخيهم من قبل. وأما إخوته فهم على حالهم في لباسهم ولغتهم ومنظرهم وحالهم، فجهزهم يوسف عليه السلام إخوته بجهازهم وأعطاهم من الطعام ما جريت به عادته من إعطاء كل إنسان حمل بعير، بعد أن أكرمهم وأحسن ضيافتهم وأظهر لهم السماحة والكرم. قال لهم ائتوني بأخ من أبيكم، وكان قد سألهم عن حالهم وكم هم، وذلك أنه رأى إخوته جميعا إلا شقيقه بنيامين وهو أصغر منه، فأخذ عليه السلام في استدراجهم حتى علم منهم حياته، وأنه عند أبيه لم يسمح بمفارقته لشدة تعلق قلبه بمحبته. فقالوا له كنا 12 رجلا، يعني 12 رجل، فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبانا. فقال لهم عليه السلام: إذا قدمتم العام المقبل فأتوني به معكم، وقد أحسنت نزلكم وضيافتكم. ورغبهم ليأتوا به، ثم رهبهم وأخبرهم أنهم إن لم يأتوا به فلن يعطيهم الطعام. فأخبروه بأنهم سيطلبون من أبيه ويجتهدون في طلبه، وخشي عليه السلام ألا يكون عند إخوته البضاعة التي يبدلونها بها الطعام لما يرجعون به مرة ثانية. فأمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم التي جاءوا بها ليبدلوها بها الطعام، وغيرها في أمتعتهم من حيث لا يشعرون، لعلهم يرجعون إليه مرة ثانية. وقد جعل يوسف عليه السلام ذلك ليكون وسيلة ليعود إخوته إليه. قال الله تبارك وتعالى: وجاءوا إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تؤتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. سورة يوسف. وبإذن الله تبارك وتعالى، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء، سنكمل في اللقاء السابق إخوة يوسف عند أبيهم يعقوب عليه السلام. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.